بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 169. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله عن عبودية العبد لله وذله له، وعن قرب الرب من عبده إذا كانت هذه حاله، فيقول رحمه الله: فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له، تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم قدراً كما هو الأعلى في ذاته، كما تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في نفسها. كذلك التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله لا لغيره، بأن تكون العبادة والطاعة والذل له سبحانه وتعالى، وهو حقيقة لا إله إلا الله، ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل، وهو سبحانه يطاع في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلا إسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا فيما جاء به وطاعته، وهي ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهو الأمة الذي يتم به، كما أن القدوة هو الذي يقتدى به، وهو الإمام كما في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وهو القانت، والقنوت دوام الطاعة، وهو الذي يطيع الله دائما، والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه. وقوله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدم في هذا الأثر الإلهي. فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فأما إن كان من المقربين عينا يشرب بها المقربون، ولا الملائكة المقربون، ومن المقربين: وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضته عليه، الحديث. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده، وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. وفي الحديث: إن الله يدنو عشية عرفة، الحديث. فهذا القرب كله خاص، وليس في الكتاب والسنة قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. فعلم بذلك بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا، كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله: كنت سمعه، وفي قوله: فيأتيهم في صورة غير صورته،
وأن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، كل هذه النصوص حجة عليهم، فإذا فصل تبين ذلك، فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب من الله تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من قربها، ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. وفي الزهد لأحمد عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أين أبغيك؟ قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. فقد يشبه هذا قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخره. وظاهر قوله فإني قريب يدل على أن القرب نعته ليس هو مجرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد، ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلة إذ من الدعاء والذكر والتوبة، وإلا فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليهم، فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة، فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل، فدل ذلك على تقربهم إليه، على أن تقربهم إليه يسبب قربه منهم، كما دل عليه الحديث الآخر: والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا، وقوله: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل، فلا يحصل لهم هذا النزول، كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد، إذ ليس لها وقوف مشروع ولا مباهاة الملائكة. وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومونه، للكفار الذين لا يرون له حرمة. وكذلك اطلاعه يوم بدر، قوله لهم: اعملوا ما شئتم، كان مختصا بأولئك، أم هو عام فيه كلام؟ والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله: أن بورك من في النار ومن حولها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة: هل يخلو منه العرش حين نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا أو لا يخلو، أو يتوقف في ذلك؟ ثم قال: والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وروح العبد في بدنه ليلا ونهارا لا تزال إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه. وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ والليل يختلف، فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماع هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماع هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن. كذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان وأين كان، والرجلان يسجدان في موضع، ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء، والذي بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه
وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا، فلا يمكن أحدا أن يعلم ويقول فلا يمكن أحدا أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول وقاله. وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا. ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم بين الشيخ رحمه الله معنى الظاهر من أسماء الله سبحانه فقال: وقوله تعالى الظاهر ضمن معنى العالي، كما قال: فما استطاعوا أن يظهروه. ويقال: ظهر الخطيب على المنبر وظهر الثوب أعلاه. ويقول: ظهر الخطيب على المنبر وظاهر الثوب أعلاه، بخلاف بطانته. كذلك ظاهر البيت أعلاه، وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر الإنسان خلاف باطنه. وكلما على الشيء ظهر، ولهذا قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء، ولم يقل: ليس شيء أبين منك ولا أعرف. وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف، كما يقوله من يقول الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب، كما في كلام أبي الفرج وغيره، فلم يذكر مراد الله ورسوله، وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.